وتحت عنوان أين مراكز البحث العلمي في وزارة الآثار، يكتب الدكتور وسيم السيسي في عدد الغد من المصري اليوم، مقترحا على وزير الآثار إنشاء قسم للبحث العلمي متعاونا مع أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث والجامعات المصرية لدراسة الأسرار العلمية للكنوز الفرعونية من برديات نادرة في المجالات العلمية المختلفة، مؤكدا أن أساس اكتشافات عالمية أصبح مكتشفيها من أصحاب المليارات.